Welcome to the Egypt. معانا النهارده دكتور احمد هاشم. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا دكتور. ممكن حضرتك تعرفنا بنفسك؟ دكتور احمد هاشم المنشد، مدرس الصحه النفسيه بكليه تمريض جامعه المنصوره. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا دكتور. كنت عايزه اعرف ايه راي حضرتك السنه دي في المؤتمر؟ والله فعلا المؤتمر السنه دي حاجه تشرف. انا كنت كان ليا اكسبكتيشنز كتبتها عن المؤتمر، صراحه معظمها لحد دلوقتي لقيتها، فده ان دل على نجاح المؤتمر ونجاح التنظيم. غير كده الاوبن سيرموني بتاعته كانت شامله كل حاجه، وكانت موضحه قوي البلان اللي هيمشي عليه الكونفرنس. فبجد فخور بتواجدي في المؤتمر السنه دي. دكتور حضرتك كان عندك سيشن حضرتك كنت سبيكر فيها؟ انا في سيشن ليا النهارده ان شاء الله، توك عن سايكولوجيكال اسبيكت اوف دايابيتس مانجمنت. ده جانب النفسي لمرضى الدايابيتس، وده جزء مهم جدا جدا لمرضى الدايابيتس. ممكن ودي حاجه من الباريرز، ودي موجوده في التوك اللي هنقولها النهارده ان شاء الله، ان في باريرز بتقابلنا كهيلث كير بروفايدرز او بالنسبه للبيشنتس نفسهم. الباريرز دي ان البيشنت ما يكونش عارف ان هو اساسا عنده شيء نفسي محتاج يتعدل او عنده مشاكل نفسيه. وكذلك برضو الفيزيشنز او النيرسز اللي موجودين او الهيلث كير بروفايدرز از جنرال بصفه عامه برضو ما يكونوش واخدين بالهم ان لا، في جانب نفسي ان انا لازم اهتم بيه المريض. ده ممكن يكون نقص في النولج لدى الفيزيشنز او النقص او النيرسز، لان طبعا معظم بيتعاملوا مع مرضى دايابيتس كلهم بيشتغلوا كلينيكال اكتر في الجزء مثلا كميديكال سيرجيكال او كده. اما بالنسبه للجانب النفسي اللي محتاج ناس اشتغلت فيه الجانب النفسي اكتر، فدي مهمه جدا. النهارده هنناقشها ان شاء الله في التوك ان شاء الله اللي هقوله. هنتناقش برضو ايه الباريرز وايه الحلول اللي انا ابدا اعالج الباريرز دي، ابدا ازاي ان انا اتعامل مع الهيلث كير بروفايدرز، وازاي اتعامل برضو مع البيشنت اللي الاهتمام وعلاج الجوانب النفسيه لمرضى الدايابيتس. ميرسي جدا يا دكتور، سعدنا جدا بوجود حضرتك.